بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، أي اطلبوا ولاية الله سبحانه وتعالى ولا تطلبوا ولاية أعدائكم الكفار. ولهذا لما قال أبو سفيان في وقعة أحد، لما قال: لنا العزة، يعني الصنم المشهور، لنا العزة ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هو خير من يناصر من والاه سبحانه وتعالى ودخل تحت ولايته وعبادته وطلب النصر منه سبحانه وتعالى. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هؤلاء الكفار الذين أرعبوكم وأرجفوا بكم، لا تلتفتوا إليهم ولا إلى إرجافاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلوبهم الرعب، سيملأ قلوبهم بالرعب، فلا تخافوا منهم أبدا، سيكونون هم الخائفين بإذن الله عز وجل، سيكونون هم الخائفين من المسلمين. وذكر المفسرون أن هذا حصل في بعد وقعة أحد، أن المشركين لما انصرفوا من المعركة، لما انصرفوا من المعركة تلاوموا وقالوا: ما فعلنا بالمسلمين شيئا، لنرجع إليهم ونستأصل شأفتهم، لنرجع إليهم ونستأصل شأفتهم ولا نبقي لهم باقية. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر أصحابه الذين حضروا معركة أحد خاصة، أمرهم بالخروج وفيهم الجراح، وعلى آثار النكبة خرجوا معه صلى الله عليه وسلم ونزلوا بحمراء الأسد، مكان على طريق مكة. فلما علم المشركون أن المسلمين خرجوا في طلبهم أصابهم الرعب، وألقى الله الرعب في قلوبهم فهربوا إلى مكة خائفين. وهذا في قوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فألقى الله الرعب في قلوبهم وانهزموا وولوا مدبرين، ورجع المسلمون بالنصر والأجر والغنيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا نتيجة الصبر ونتيجة العزيمة الإيمانية الصادقة وعدم الذلة أمام العدو. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سنملأها رعبا، لأن الكافر هو الخائف، لأنه عصى الله ورسوله فهو الخائف حقا. أما المؤمن فإنه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف من مخلوق. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. هذا هو السبب، الباء سببية، أي أن المشرك
أن المشرك هو الخائف دائما وأبدا، فإن ذلة الكفر والرعب في قلبه دائما وأبدا، هذه طريقة الكفار. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، فدل على أن الشرك سبب للذلة وسبب للخوف والقلق، ولهذا لا تجد المشركين إلا خائفين دائما وأبدا، يتخوفون من كل شيء، لأنهم لما أشركوا بالله عز وجل أذلهم الله عز وجل وألقى في قلوبهم الرعب من كل شيء، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي لا دليل لهم على شركهم بالله عز وجل. فالشرك لم يبنى على دليل، والسلطان معناه الحجة، فالمشركون ليس لهم حجة على شركهم إلا الخرافات والخزعبلات والحكايات والمنامات الباطلة والأحاديث المكذوبة وغير ذلك، هذه حجج المشركين والقبوريين إلى أن تقوم الساعة. أما التوحيد فإنه مبني على البراهين وعلى الحجج الساطعة والبراهين القوية، التوحيد مبني على الحجج، ولهذا تجد في القرآن كثيرا من أدلة التوحيد وأدلة وبراهين العقيدة الصحيحة. وأما الشرك فليس له مستند أبدا، ولهذا قال ما لم ينزل بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، مأواهم النار أي مصيرهم ومقرهم والعياذ بالله في الآخرة النار، ليس لهم مأوى غيرها، فهم في الدنيا في رعب وفي قلق وفي هم، وفي الآخرة مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، محل الإقامة مثواهم وإقامتهم في النار بظلمهم، لأنهم ظلموا بشركهم وكفرهم بالله. وأعظم أنواع الشرك، أعظم أنواع الكفر، أعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأما أهل الإيمان فمقرهم الجنة ودار السعادة والاطمئنان، لأنهم كانوا في الدنيا على عقيدة صحيحة وعلى عبادة لله سبحانه وتعالى، فمأواهم الجنة والسعادة والنعيم الدائم، وفرق بين الحالتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على دينه، وأن يكفينا شر أعدائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.